نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه انبي بعد بكره ان شاء الله. المباراه هتكون في تمام الساعه 10 مساء، احنا عارفين كل المباريات في رمضان بتبقى الساعه 10 بالليل. ان شاء الله يكون الفريق موفق، الجهاز الفني يكون موفق في اختيار التشكيل الامثل للمباراه. وفي الحقيقه لازم نشيد كل الاشاده بالجهاز الفني خلال المرحله اللي فاتت وخلال اخر كم مباراه بالتحديد في ظل التغييرات المؤثره اللي بيقوم بها. وانا مش بقول الكلام ده وخلاص في الحقيقه والله خالص لا، لو تقارن ما بين اداء الجهاز الفني او بالتحديد مستر لاسيرتي في اخر 3-4 مباريات وما سبق المباريات دي من ماتشات اخرى، هتلاقي ان يعني كان في تاخر في التغييرات شويه، كان في تغييرات غير منطقيه شويه من وجهه نظر المحللين والفنيين. احنا ما بنتكلمش من وجهه نظر الجماهير، رغم ان الجماهير في منهم ناس كتير جدا طبعا بتفهم في الكوره بشكل كبير يعني، لكن الاخر 3-4 مباريات في تحسن كبير جدا من مستر مارتين لاسارتي. ولازم نقول يا جماعه لينا ولعلينا في الحقيقه، ممكن انت تكون واخد انطباع عن المدير الفني ان هو مدير فني لا يصلح النادي الاهلي، انت واخد انطباع ده انت، لكن مش شرط يكون انطباعك ده صح خالص خالص يعني، ومش شرط الانطباع اللي انت اخدته ده ان هو يستمر، لا لازم تنظر بشكل دقيق في تغييرات الراجل في المباريات في الشكل الفني، وبعد كده تقدر يا اما تثبت على وجهه نظرك يا اما تغيرها. لكن في الحقيقه اخر كام ماتش مستر لاسارتي تغييرات كلها مثمره، تغييرات كلها بتادي لفوز النادي الاهلي في المباريات. شفنا مستر لاسارتي او طبعا بالتعاون مع جهازه الفني بيتم الاستقرار على سحب احد العناصر من وسط الملعب والدفع بلاعب في الهجوم ده في وانت خلاص محتاج ان انت لازم تكسب، واحنا عارفين المرحله دي انت لازم تكسب اي ماتش، ما ينفعش تفقد اي نقطه. وبنشوف كمان ان انت ممكن تسحب واحد من خط الدفاع وتنزل واحد ايضا في الثلث الامامي عشان يبقى في كثافه هجوميه اكتر، الكثافه الهجوميه الاكتر دي ممكن تؤدي لفوز وضغط طبعا قوي على الفريق المنافس، وده في النهايه بيؤدي لفوز الفريق او احراز الاهداف اللي بتؤدي لحصول على 3 نقاط. ممكن الكلام ده نكون شفناه مؤخرا من مستر لاسارتي لما خلاص خد على الاجواء بشكل كامل، عرف امكانيات اللاعبين بشكل كامل. الجميل كمان في المباراه الاخيره امام سموحه في الحقيقه ان مستر لاسارتي ساب حسين الشحات في الملعب. احنا مش بنتكلم على اللعيب، لكن ده لعيب مهم في الحقيقه زيه زي بقيه لعيبه النادي الاهلي، لكن كان فاقد شويه للثقه. الثقه دي كان فاقدها ليه؟ ممكن بسبب الضغوط طبعا عليه، وده مش ممكن ده مؤكد، لكن ايضا كان بسبب ان هو كان كل مباراه بيخرج الشوط الثاني، او في مباراه بعضها كمان ما كانش بيبتدي المباريات، فبالتالي الثقه عنده كانت قليله شويه. يعني انت تسيب حسين الشحات المباراه اللي فاتت 90 دقيقه في الملعب ده شيء مميز، هتكون بدايه بالنسبه له ان هو يكون يستعيد الثقه الخاصه بيه، وكمان يسحب احمد فتحي ويعتمد على حسين في مركز الباك رايت زي ما كان بيلعب قبل كده في المقصه، فبالتالي دي كلها امور جيده، واول مره حسين الشحات من ساعه ما جه النادي الاهلي يلعب في هذا المركز. المهم يعني ان اي لعيب انت محتاجه خلال الفتره دي، اي لعيب محتاج ان انت تديله ثقه بشكل كبير جدا. كل دي ايجابيات ممكن نقراها من خلال المباريات الاخيره لمستر لاسارتي، ايجابيات كلها جيده لهذا المدرب، نتمنى له الاستمرار في هذا الاداء او هذا التفكير الفني اللي اكيد هو مقتنع بيه تماما، واعتقد بشكل كبير عدد من جماهير النادي الاهلي مقتنعه بهذه التغييرات والأمور الفنية اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت.